نفذت القوات البحرية المصرية مع نظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي، وذلك باشتراك الفرقات المصرية الإسكندرية مع حاملة المروحيات الفرنسية مسترال والفرقات الشبحية الفرنسية كوربييه. وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها عمل تمارين المواصلات الإشارية وأعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة أثناء الإبحار، بالإضافة إلى القيام بتمرين تصوير جوي وبتنفيذ تبادل أسطح الطيران بواسطة الطائرة الهليكوبتر، إلى جانب تمارين رمي المدفعية السطحية وتمارين الدفاع الجوي المشترك.